بسم الله الرحمن الرحيم. تشير بيرسونز، شكرا على المقدمة. بشكر صديقي وأخويا العزيز دكتور محسن على الـ kind invitation. وطبعا احنا بنقرب لآخر اليوم، هو الموضوع أساسا صعب شوية ولا إيه رأيكم؟ ليه لازمة؟ هو اللي اختاره الدكتور محسن على العموم يعني. ويعني بشكر الناس على أنهم متواجدين لغاية دلوقتي يعني. هنحاول نحن نتكلم على الحاجات ديت، الووتر ديستريبيوشن والالكترولايتس، وفي تيبس كده معينه عاوزين ان احنا نقولها في الالكترولايتس عشان تبقى فاهم الصوديوم بيروح ازاي وايه علاقته بالميه والقصص دهيت. وهنتكلم على في الاخر يعني المختصر عن الهايبوناتريميا والهايبر ناتريميا. زي ما احنا عارفين ان تلتين وزنك اقتنعت ام لم تقتنع ميه. لا هو بس طيب الارقام دهيت، الارقام دي بتتغير لو انت بيبي صغير، لو انت نيونيت 26 اسبوع مثلا هتبقى الارقام 80%، ولما بتقرب للفول تيرم بتبقى الارقام يعني 70 و75 وارقام زي كده. 60% من وزنك ميه. مش بس كده، ان بيحصل تغيير يعني احنا تقريبا تلتين الميه بتاعتنا انترا سيلولر. البيبي اللي هو 26 اسبوع ده هو التلتين اكسترا سيلولر. وبالتالي لما اقول لك مين اللي هيقدر يحافظ على الميه جوه الخليه بتاعته اكتر، هيبقى اكيد هو اللي عنده الكومبوننت الانترا سيلولر اكتر هو الافضل. وبالتالي احنا عندنا لما بنتكلم في النيونيتال بيريود الووتر وبالتالي الالكترولايت ديستربنسز هتبقى خطيره ومهمه. هنا لما انت بتدي ميه بتتحوش كل الحاجات دهيت، لما بتدي كولويدز بس بتروح في البلاد فيسل، ولما بتدي كريستالويدز بتروح للانترستيشيوم. ودولت اهم كاتاينز، اهم كاتاين في البلازما هي الصوديوم، واهم كاتاين في الانتراسيلولر هو البوتاسيوم. وعشان كده لو احنا بنحل السؤال ده في مرض اسمه تيومر لايسيس، لما انت بتدي كيموثيرابي بتموت الخلايا، فبيطلع حاجات ما عدا مين اللي مش هتطلع؟ الاجابه هتبقى رقم ايه؟ لان كل دولت هيطلعوا البوتاسيوم اكتره جوه، والفوسفيت نفس الكلام، واليوريك اسيد لانه بيطلع نتيجه الدي ان ايه والار ان ايه وكده. وبالتالي تيومر لايسيس مش هيبقى مع هايبر ناترينيا، لان اللي جوه الخليه من الصوديوم تقريبا 10 ل 20 مللي ايكوفلنت بير لتر. ودي الارقام اللي تهمني في كل الحاجات اللي موجوده. وخلي بالك بس للعلم ان الملي ايكوفلنت هو الملي مول لو انت بتتكلم على مونو فيلنت، يعني صوديوم بوتاسيوم كلورايد، وهيبقى مختلف لو انت بتتكلم على داي فيلنت زي الكالسيوم والمغنيسيوم. وخلي بالك في بعض الحاجات بتتقاس بالملي جرام مش بالملي ايكوفلنت من اساسه، ممكن تتقاس بالملي مول او ملي ايكوفلنت ولكن احنا بنقيسها بالملي جرام زي الكالسيوم مثلا. ودي المحاليل اللي موجوده عندنا بصورها المختلفه. ولما حضرتك تكتب محلول لازم تبقى عارف البيديامنت ده فيه ايه، والنيومنت فيه ايه، والبنسول فيه ايه، والسلاين فيه بوتاسيوم ولا ما فيهوش. الكلام دهوت كله مهم، وعشان كده السلايد دهوت يكون عندك او تعمل واحد شبهه يكون هيبقى مفيد جدا وانت بتتكلم. احنا اتكلمنا النهارده عن الصوديوم، فبالتالي دي الحاجات اللي فيها صوديوم، تقريبا كل حاجه فيها صوديوم تفرق معانا قوي. دي المحاليل اللي احنا بنستخدمها في اول الايام. الووتر هاندلنج بالنسبه للنيونيت، عندنا حاجه كده مهمه ان البيبي النيونيت عنده مشكله في الكونسنتريشن اوف يورين والدايليوشن اوف يورين. يعني ايه؟ يعني لما الطفل دوت يبقى ديهايدريتد ممكن ستيل بيجيب بول. المفروض لو انت ديهايدريتد البول بتاعك يبقى قليل خالص وكونسنتريتد، وعنده مشكله في الحته دي. وكمان مش بيقدر يدايليوت البول. بمعنى ايه؟ لو انا اديتك دلوقتي 5 لتر ميه دلوقتي هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لو دلوقتي شربت دلوقتي هتعمل ايه؟ هتدخل الحمام عشان تعمل بيبي وخلاص. انما البيبي الصغير النيونيت ده لو انت اديته كميه معينه اكتر مش هيقدر يدايلوت ويخرجها اكتر، وبالتالي انت بتتكلم مع اورجانيزم او مخلوق كده ضعيف شويتين كده، ولا بيقدر يكونسنتريت قوي ولا يقدر يدايلوت قوي. مش مشكله الميكانيزم اللي عندنا، كلنا نعرف ان هم بيخسوا 5 ل 10% في اول ايام.
والموضوع ده بيبقى مور اكسنتويتد في الاطفال البريترم، ممكن يوصل ل 15%. دي الحاجه اللي موجوده عندي. بالنسبه للصوديوم زي ما قلت لحضراتكم هو اهم كاتاين موجود عندي جوه البلازما، جوه الاكسترا سيلولار فلويد فوليوم اللي موجود عندي، وتركيزه في الانترا سيلولار فلويد تقريبا 10 ل 20%. بنقول احنا محتاجين الصوديوم يكون في بوزيتيف بالانس عشان الجروث والكلام ده يمشي معاك من الفيتال لايف انترايوتراين يعني للنيونيتال وبعد كده. انا محتاج يكون عندي صوديوم يكون بوزيتيف بالانس، بالرغم ان في اول ايام بيبقى عندي الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم بيبقى عالي، وبالتالي بيبقى شويه عندي نيجاتيف بالانس، ولكن الكلام ده هو ترانزيانت تمبرري ايميديتلي بعد الولاده مش اكتر من كده. في الترم بتاع الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم، قد ايه بينزل صوديوم في البول، وهي ليها علاقه باليورين صوديوم والبلازما صوديوم واليورين كرياتين والبلازما كرياتين. زي ما حضراتكم شايفين بنقول الارقام عندنا في الاطفال البري تيرم وارد ان بينزل صوديوم كتير، الفول تيرم اقل، يعني ده 3% وده 5%، امال الادلت قد ايه؟ 1% في الفراكشنال اكسكريشن اوف صوديوم. طيب دلوقتي عندنا في حاجات بتتحكم في حاجات، الصوديوم لما بيتغير بيغير الفوليوم بتاع الفيسلز بتاعتك بتاع الاكسترا سيلولر فلويد فوليوم. الميه مين اللي بتتحكم في الاوزمولاريتي؟ يبقى انا عندي الفوليوم، مين اللي بيتحكم في الفوليوم بتاعك؟ الصوديوم. لو صوديومك عالي الميه هتبقى كتيره، والعكس بالعكس، لان دولت الاثنين بينهم علاقه كده. كان الدكتور حافظ اول امبارح عنده محاضره في الغردقه وشباب علاقه، كان يا دكتور حافظ ايه متجوزين؟ صوديوم وصوديوم وميه وحاجات كده مع بعض في ديل بعض. يعني الصوديوم بيروح الميه تيجي وراه، وبالتالي لما يروح الميه تيجي وراه الفوليوم يزيد، يمشي والميه تمشي وراه الفوليوم يقل. الميه ليها علاقه بالاوزمولاليتي، تمام؟ دي الايه اللي موجوده، والفوليوم اهم من الاوزمولاليتي كحاجه. الاوزمولاليتي بقى ده هي بنقدر نقيسها في المعمل، يعني تقول للمعمل احسب لي السيرم اوزمولاليتي، بس انت تقدر تحسبها، وتحسبها عن طريق المعادله دي، 2 في الصوديوم زائد جلوكوز على 18 زائد بيو ان على 3. الحسبه دهيت والمعادله دي اللي هي الكومبوننت بتاعت السيرم اوزمولاليتي مهمه، لان كل الثلاثه دولت اللي انا قلتهم جلوكوز وصوديوم ويوريا لو كانوا عاليين لازم تصلحهم بالراحه. ليه؟ لانه دولت المهمين جدا، اي حاجه من دي لو صلحتها بسرعه يحصل برين إديما على طول، لان مع علوها البرين بيبقى هيتشفط، فبالتالي يكون مواد جواه عشان يعادل الاوزمولاليتي. يقوم لو انت هبت مره واحده الثلاثه دولت البرين بعد ما كان خايف ان يتشفط هو اللي شفط ميه، حصل اكيوميليشن اوف ميه جوه البرين اسمها برين اديم، وبالتالي تبقى الصوره كده. عارفين شكل البرين ده؟ فين السلكاي يا دكتور؟ وفين الجيراي؟ وفين الفنتريكلز؟ وفين البتاع والوايت والجراي ماتر؟ كله على بعضه كده. ده الصوره الطبيعيه، انما ده الصوره اللي غير طبيعيه زي ما حضراتكم شايفين، وده برين إديما اهي بالشكل ده. انت محتاج تسحب الميه ده هي بحاجه هايبرتونيك مانيتول وهايبرتونيك سلاين، حاجات زي كده. وعشان كده اللي فهم القصه ده هي نقدر نجاوب السؤال ده، هو الناس اللي عندهم اكيوت كيدني انجري لما نيجي نغسلهم بننزل اليوريا مرات بسرعه، ويحصل في الموضوع ده شويه مشاكل في البرين بيسموها دياليسيس ديس اكوليبريم. مين اللي بيعمل لي الاليمنتس المسؤوله عن ده؟ هل البري دياليسيس يوريا ولا الريت اوف ديكلاين ولا البلاد بريشر ولا الفوليوم ولا اي وبي اللي هم الاثنين دولت؟ لو اليوريا عاليه تمام، والريت كمان عالي اللي يحصل لك الدياليسيس ديس اكوليبريم ده هو. التونستي هي اللي احنا بنستخدمها الحقيقه، ولازم تبقى عارف ان في عندك حاجه هايبرتونيك يعني بتسحب ميه، وفي عندك حاجه هايبوتونيك يعني بيتشفط منها ميه، وايزوتونيك اللي الار بي سيز وهي منقوعه فيها تحس انها في بيتا ما اتغيرتش، تمام؟ زي ما كده الار بي سيز هنا مبسوطه جدا، ولا دخل جواها حاجه ولا خرجت منها حاجه، انما لو هنا اتنقعت في هايبوتونيك هتحصل لها ايه؟ هتشفط الميه وترابشر، ودي الفكره اللي قائم عليها التست اللي اسمه اوزموتيك فراجيليتي بتاع الهيريديتري سفيروسايتوس. طيب نقطه كده صغيره، لما انت تدي الجلوكوز 5% دي نقطه بس مهمه، الجلوكوز 5% يصنف ان هو ايزوتونيك بس ده ان فيترو، بس لما يدخل جوه جسمك كانك اديتني ميه. عشان كده لو انت اديتني لتر جلوكوز 5 يعني رقم كبير من الجلوكوز 5% كانك اديتني ميه، انا ممكن يحصل لي هيموليسيز واموت،
متخيلين الفكرة؟ وبالتالي يصنف إن هو إن فيترو إيزوتونيك، بس أنا ملياش دعوة بالإنفيترو، أنا ليا دعوة بالإنفيفو، هيبقى هايبوتونيك. الانسنسبل ووتر لوس دي تبقى عندك، وإن جنرال 40 لكل كيلو، ممكن تكون تمشي شوية، طبعا ليها أرقام مختلفة، بس ال 40 بير كي جي بير داي مناسب تمام، يعني 2 كيلو ونص يبقى 100، ده الانسنسبل. والانسنسبل دوت يعني مية بتفقد، ما فيهاش الكترولايتس، ما فيهاش صوديوم، عشان كده لو واحد عنده الانسنسبل ووتر لوس عالي يبقى يفقد مية ولا يفقد صوديوم؟ يفقد مية، يبقى يحصل له هايبرناتريميا أكتر ولا هايبوناتريميا أكتر؟ هايبرناتريميا أكتر، تمام؟ ده اللي احنا هنشوفه. الشوك، لو طفل شوكت ياخد إيه؟ ياخد إيه؟ شوك ثيرابي، وبعدين نشوفه عنده إيه؟ عارفين؟ شبه الإيه في الناس الروتينية كده، الأجازة العرض. لو أنت المدير مغلس عليك هتقول له إيه وأنت نبطشي؟ مش نبطش، الصبحية، مش جاي، مالك، اجازه عرض. والعرض انتوا عارفين لا تعارض، والقصص عاوز تقول ايه يعني في الاخر؟ عاوز اقول شوكت ياخد شوك ثيرابي، يا دكتور هايبرناتريم هياخد شوك ثيرابي، هايبر هياخد شوك ثيرابي، عنده عفريت ازرق هياخد الشوك ثيرابي، وهي 20 ملي لكل كيلو بسرعه، خلاص ده شوكت. واوعى تنتظر البلاد بريشر يقع، امال تعتمد على الهارت ريت، تاكيكارديا، تاكيكارديا وليس الهايبوتنشن، ده اللي تبقى واخد بالك من الدوستيرون. يا جماعه بيحب 2 ويكره 2، بيحب الصوديوم والميه ويكره الهيدروجين والبوتاسيوم، خلاص. يبقى لما الدوستيرون يقل يحصل ايه في الصوديوم؟ يقل، والبوتاسيوم يزيد، تمام. والالدوستيرون بيتصنع بالحاجات دي. يا دكتور دي معادلات طويله قوي. اه الالدوستيرون اهو يا جماعه، ده اللي تحت ده. يبقى لو انت قفلت هنا بالانزيم المشهور اللي هو 21 هيدروكسيليز، الاشهر انزيم للكونجنتال ادرينال هايبربليزيا، هيقل الالدوستيرون ويزيد الخضر اللي هناك دولت اللي هم الاندروجينز، اللي يعمل لي الترم اللي اسمه ايه؟ فيريلايزيشن للبنت، ما اندروجينزات في بنت، هيحصل لها ايه؟ كده امبيجوتي، امبيجوس جينيتاليا، اللي الاسم بتاع امبيجوس جينيتاليا دي اسم مش حلو كده، فسموها دلوقتي ايه؟ اتيبيكال جينيتاليا، خلاص؟ يبقى الالدوستيرون برضو، عشان كده الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا لو انت بتشخصها لي تقول لي ايه؟ واحد عنده هايبوناتريميا وهايبر كاليميا، لما تلاقيهم كده مع اسيدوزيس وهايبوجلايسيميا وسولت لوزنج ودي هايدريشن وحاجات زي كده، بالذات لو كانت بنت هتبقى مقفوشه وباينه جدا، انما لو واد هي الشطاره بتاعتي هنا. ولهذا السبب يعتبر الكونجنتال ادرينال هايبربليزيا، وبالرغم انه اوتوزومال ريسيسيف بنشخصه اكتر في مين؟ في البنات، لان احنا ما بنتشخصوش بسهوله في الاولاد، انما هو في الاخر زي بعض. هرمون تاني مهم مع الصوديوم، ال ADH انتي دايوريتيك هرمون، اللي اسمه التاني فازوبريسن، اصله بيشتغل على البلاد فيسلز، يعمل لها كده، ويشتغل على الكيدنز انتي دايوريتيك، يعني يحوش المي. عشان كده لو زاد الانتي دايوريتيك هرمون يحصل لي سندروم اوف ان ابروبريت ADH، زادت المي، وبالرغم، ركز بقى في الكلمه، وبالرغم ان كميه الصوديوم زي ما هي، الا ان الكونسنتريشن اوف صوديوم هيقل لان انت زودت الميه. فاهمين قصدي؟ حاطط في نص الكوبايه معلقه سكر، زودتها ميه، ايه اللي هيحصل؟ كميه السكر ثابته، بس طعم السكر بقى ايه؟ مش حاسه، بقى هايبوتونيك كده. يبقى مين بيجري ورا مين؟ الميه بتجري ورا مين؟ ورا الصوديوم. عشان كده لما يبقى فيه ميه تقل هايبرناتريميا، ميه تزيد هايبوناتريم، يبقى الميه بتمشي ورا مين؟ ورا الصوديوم، تمام؟ عشان كده لما بيبقى عندك بروبر ووتر اكسكريشن، ده بيبروتكت اجينست الهايبوناتريميا. كل ما الصوديوم هيبقى عندي هايبوناتريميا، لو انت قادر تنزل الميه تعمل بروبر رينال اكسكريشن اوف ووتر، ده اجينست الهايبوناتريميا، هيبروتكت القصه دي. عشان كده في عندي تيرم بقى مهم جدا، اسمه ايه؟ اسمه الفري ووتر. يعني ايه الفري ووتر؟ يعني الميه السايبه اللي ملهاش حاجه. الصوديوم هنا النورمال سلاين ده ما فيهوش فري ووتر خالص، تمام؟ ما فيهوش فري ووتر، يعني ووتر ديفيسيت فري، ده هو ووتر بدون الصوديوم بتاعه. فلما تيجي تتكلم على نورمال ساين هو مكتفي، مفيش فري ووتر، مفيش ميه زايده فيه. انما لما يبقى عندي هاف نورمال ساين، يبقى معنى كده ان الصوديوم قليل، يبقى انت عندك نص الكميه فري ووتر. طب لو انت عندك ميه بس، ده كلها فري ووتر.
والفري ووتر دي هي اللي احنا بنتكلم عليها في قصه الايه، في قصه الهايبر ناتريميا، مهمه جدا. عشان كده الرقم اللي انا هحتاجه، ومش عاوز اقول معادلات كتير، رقم 40. 40 مللي للكيلو بينزل لك الصوديوم في اليوم الدرجه اللي انت عاوزها، اللي هي 10 او 12 مللي ايكويفالنت في اليوم. يعني 40 مللي، اصل هي 4 مللي لكل كيلو، وانت عاوز تنزل في اليوم الصوديوم 10 ل 12 ماكسيمم. فبالتالي الرقم 40 ده هحتاجه بعد شويه عشان البراكتيكال بقى ايه ابروتشز المختلفه. انا كده قلت كذا حاجه يا جماعه، قلت الصوديوم وقلت مين بيزوده وقلت الالدوستيرون وقلت الفازوبريسين وقلت في فيسل وول وفي انترستيشيوم واكسترا سيلولر وانترا سيلولر وديستريبيوشن واوزمولاليتي وهايبرتونيستي ومين بيشد وهايبر. قلنا الحاجات دي كلها عشان نتكلم بقى على الايه قصص اللي موجوده عندنا. هايبوناتريميا كومن وسيريس، هايبوناتريميا يعني صوديوم قليل. رينال ووتر اكسكريشن از بروتكتيف اجينست الهايبوناتريميا. بصوا كده على الحاله دهيت، اسبوعين 4 كيلو ادميتد بريسبيراتوري ديستريس وبرونكيولايتس، بندي له محلول الصوديوم فيه 2 من 10. يعني 2 من 10 يعني كم ملي ايكويفالنت؟ يعني كم ملي ايكويفالنت؟ يعني 150 في 2 على 10، احسبها بقى يطلع حاجه و30. ده يعتبر هايبوتونيك ولا ايه؟ الايزوتونيك هو السلاين، تديني سلاين ده اسمه ايزوتونيك. طب لما تديني ربع سلاين يبقى بدي لك هايبوتونيك. يبقى بتدي حاجه فيها فري ووتر كتير ولا لا؟ اه فيها فري ووتر كتير، ده 3 ارباعها فري ووتر، فاكرين؟ طيب المهم بعد 24 ساعه جاله كونفالجن. وعلى فكرة القصة دي مهمة، عملوا له الصوديوم 122 والبوتاسيوم والكرياتينين زي ما حضرتك شايف، والأوزمولاليتي ليه قليلة؟ الأوزمولاليتي المفروض 275-280. ليه؟ لأن يا دكتور أهم حاجة بتتحكم في السيرم أوزمولاليتي هي الصوديوم، وطالما الصوديوم قل يبقى الأوزمولاليتي قل، منطقية جدا. واليورين أوزمولاليتي كده، إيه سبب التشنجات؟ إيه سبب؟ هايبوناتريم. طب هايبوناتريميا سببها إيه؟ ليه؟ اديته انتيك قليل ولا في اكسكريشن عالي ولا دايلوشنال؟ ماشي، بس هو الانتيك قليل يعني، ماشي اوكي، يعني الاجابتين صح يا سيدي، بس الانتيك قليل اللي انت اديته له ده اصبح ايه؟ قليل. الستاندرد عندنا، والنقطه دي مهمه يا جماعه جدا ناخد بالنا منها، الستاندرد عندنا بندي ايه؟ محاليل دايما هايبوتونيك، صح؟ مش انت بتدي النيومنت والبيديامنت والحاجات دي صودياماتها قد ايه؟ 30 و40 ماكس، هم كده تمام. قالوا ان في كلام كتير جدا ان في مورتاليتي وفي هايبوناتريميك انكيفالوباثيز وهايبوناتريميك سيجرز وي بسبب القصه دهيت، بالذات في الناس اللي عندهم استعداد ان الانتي دايوريتيك هرمون بتاعهم يزيد. اصل انت قلت لنا ان البروبر رينال ووتر اكسكريشن ده بروتكتيف اجينست الهايبوناتريميا، وبالتالي لو واحد عنده استعداد الاي دي اتش يزيد وانت بتدي له هايبوتونيك سوليوشن هيدخل في هايبوناتريميا ويتشن. تمام، انا لو شربت ميه كتير زي ما قلت لحضرتك اعمل ايه؟ هروح على الحمام، فمش هدخل في هايبوناتريم، اللي زي زودته ده رميته على طول. انما بيبي بقى صغير وعنده استعداد للانتي دايوريتيك هرمون يزيد هيحصل لك المشكله دهيت. تمام، يبقى دلوقتي نعمل ايه عشان نافويد الهايبوناتريميا اللي بتحصل في النيونيتس في الهوسبيتاليزيشن؟ بنافويد ان احنا ندي هايبوتونيك، بالذات الناس اللي عندهم حاجه سنتر في مخهم، تمام، الانكفالايتس وخلاف، الناس اللي عندهم استعداد لزياده الانتي دايوريتيك هرمون، واي حد، دي قاعده، اي حد بياخد كونتينيوس اي في فلويدز لازم يقيس الصوديوم يوميا. بتقول لي يا دكتور غالي واصل نقعد نشك العيان، انا بقول لك القاعده وانت الكلينيكال سنس بتاعك بيسمح ان انت بقى تغير فيها لو انت عاوز. الهايبوناتريميا في عندي مرات تكون معاها زياده الاوزمولاليتي، قال لك كده بس باختصار عشان الناس بتوع الاندوكراينولوجي، لما السكر يعلى في دمك الاوزمولاليتي تزيد، تسحب ميه، تسحب ميه على الصوديوم، يقوم الصوديوم كميته في الفيسل قلت ولا زادت؟ لا زي ما هي، انما كونسنتريشن قل. عشان كده بنعمل كوركتد ايه؟ صوديوم، تمام، وكل 100 مللي جرام فيهم 1.6 تغيير في القصه دي. النورمال اوزمولاليتي لو انت عندك ليبيدز عاليه، لو انت عندك بروتينز عاليه، ودي تكنيكال ومش عاوزها. انما الترو هايبوناتريميا يا جماعه هي دي، ان تلاقي صوديوم واطي اكيد الاوزمولاليتي هتبقى ايه؟ لازم تبقى قليله. قال لك ممكن يبقى الفوليوم بتاعك قليل،
الاكسترا سيلولر فوليوم قليل او نورمال او هايبر فوليميا اللي هم ايه. معلش بقى دي يعني استحملوني فيها بس هي كده هي ما ده اكتر حاجه مختصره فيها. اللي ايه يا دكتور؟ يعني قللت الميه بس قللت الصوديوم اكتر. يا دكتور انت بتشاور على اكسترا، ما انت قلت الصوديوم والفوليوم دولت مع بعض مش كده؟ يعني لما تقلل الصوديوم كتير وتقلل الميه شويه صغيرين هيحصل لك هايبوفوليميا ويحصل لك هايبوناتريم. زي ايه؟ اي حاجه بتفقدها صوديوم في البول، يعني دايوريسيس، بوست اوبستراكتيف سيستيك كيدني ديزيز، رينال تيوبولر اسيدوزيس، بارتر سيندروم، كل الحاجات دي. سيريبرال سولت ويستنج، ماده اسمها انتي نيتريتك بيبتايد بتطلع من المخ تعمل ايه؟ ناتريوريسيس. يعني ايه ناتريوريسيس ده؟ يعني بترمي الايه؟ الصوديوم كتير قوي قوي، يبقى انت عندك هايبوفوليميا ويبقى عندك زياده الصوديوم في البول كتير. اكسترا رينال جاسترونترايتس، ما انت قاعد تفقد هنا بس، هنا اليورينري صوديوم هيبقى اخباره ايه؟ انت بتفقد في الستولز، انما اليورين صوديوم هيبقى اخباره ايه؟ هيبقى قليل، لان الكدني هنا بتحاول تحافظ على الصوديوم. يعني هي هنا كانت هي السبب، هي هنا اللي بتحاول تكمبنسيت القصه دي. الايوفوليميا دي مهمه جدا. الووتر انتوكسيكيشن، لو انت بتدي محاليل هايبوتونيك تمام، بتشرب ميه كتير، ووتر انيما، والسندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش، هتكلم عنه كلمه بعد شويه، ان انت حوشت الميه وبالتالي الصوديوم قل بالدايلوشن. الاخرانيه دهيت فيها هايبر فوليميا، الناس النفروتك والسيروتك والهارت فيلير بيحصل عندهم ايه؟ الانترا فاسكولار فوليوم بيقل، يبقى الرينال برفيوجن اخباره ايه؟ اللي رايح للكليه يقل، فيزيد الالدوستيرون، والالدوستيرون يزود الصوديوم والميه، افتكرها خلاص. طب ولما الانترا فاسكولار فوليوم يقل يزيد الفازوبريسن، يزود مين؟ الميه. يبقى انت زودت الميه كم مره؟ مرتين. وزودت الصوديوم كم مره؟ مره واحده. يبقى انت بالرغم ان انت زودت الصوديوم مره الا ان انت زودت الميه اكتر، وبالتالي عملت هايبوناتريميا. تمام؟ واضحه؟ يبقى الناس دي كلها بيبقوا اديمتس غالبا، وبيبقى عنده هايبوناتريميا دايليوشنال هايبوناتريميا. طيب ووتر انتوكسيكيشن، دي نقط بقى مهمه. اقل من 6 شهور ما ينفعش ان يشرب ميه. تمام؟ ولو شرب يعني انت عارف بتبلله بقه يعني. طب من 6 شهور لسنه، قال لك بيشرب 1 ل2 اونس، اونس ده اللي هو كام سم؟ قول 30 سنتي وخلاص، ده اخرك يعني. طيب لو هو عطشان يا دكتور اديله بريست ميلك، اديله فورميلا، تمام؟ انما ما ينفعش تبلبعه ميه كده خالص، تمام؟ والا هيدخل في ووتر انتوكسيكيشن. الدايلوتد فورميلا الام اللي بتوفر، الهايبوتونيك اي بي فلويدز، الشخص اللي بيدي جلوكوز محلول جلوكوز بس كده، ما هتدي جلوكوز الولد هيتشنج بهايبوناتريميا صدقني. الووتر انيمز، التشايلد ابيوز، مرات في ناس بتغصب عيالها ان يشرب ميه بقى، انا هم عنده نفسيه، عنده اي حاجات زي كده. لو انت شربت ميه كتير هتعمل بيبي زي الكلام اللي احنا قلناه ده هو مباشره. وعشان كده الناس النيونيتس اللي بياخدوا بيور ووتر without electrolytes هيتشنج خلاص كده واصله. طيب دي اسباب الايه؟ السندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن اللي هي بيزود الانتي دايوريتيك هرمون اكترها هنا. ويمكن الدكتور بقى محمد والبانل اتكلموا حاجات في القصص دهيت كده. البالمونري، الناس اللي على ميكانيكال فنتيليشن وهاي بوزيتيف بريشر فنتيليشن والحاجات دي بيزيد الانتي دايوريتيك هرمون. المالجنسز والادويه مش موضوعنا قوي يعني، بس دولت الاثنين المهمين قوي. انتي دايوريتيك هرمون هنا بيزيد، فالفوليوم بتاعك يبقى شكله ايه؟ يزيد او يبقى نورمال، ما يزيدش قوي بس الميه والبول هيقل. تمام؟ واليورينري صوديوم هيكون زايد. ليه؟ لان هي الميه قلت بس الصوديوم بينزل، فاليورينري صوديوم زايد شويه. الناس دول بيبقى عندهم اليوريك اسيد عالي، الخلاصه بيبقى عندهم هايبوناتريميا، لان انت حوشت ميه ونزلت الصوديوم فيبقى عندك هايبوناتريم. ده اسمه السندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش. حله ايه؟ ايه العلاج بتاعه؟ ايه العلاج بتاعه؟ ريستريكشن لمين؟ للمي بس كده. تمام؟ ده الاساس. مرات بندي دايوريتكس، مرات داياليسز، مرات ندي هايبرتونيك سالين لو كان، يبقى دي قصص ايه؟ اعلى شويه، بس العلاج الاساسي هو عندنا اللي هو القصه دي. في عندي حاجه اسمها نيفروجينيك سندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن، مشكلته في الميوتيشن اللي بيشتغل عليها الاي دي اتش. طيب عندنا ده السريبرال سولت لوزنج، لانه او سولت ويستنج سندروم. الفكره بس في ايه؟ واحد عندي انتي ناتريتك بيبتايد كتير، فعشان كده يا جماعه ده بيكون عنده الميه
بتنزل بالصوديوم كتير خالص، تمام؟ فيبقى الفوليوم بتاعه اخباره ايه؟ قليل، بص هناك كده، واليورينري صوديوم بيبقى عالي. طب العلاج بتاعه ايه؟ قاعد يفقد، تعمل له ايه؟ صلح السبب لو في سبب فوق برين تيومر ولا بتاع، وادي له ايه؟ محلول تعوض بيه الصوديوم اللي موجود عندك ده. دي الصوره اللي احنا قلناها من شويه. عشان كده زي ما حضراتكم قلتوا، الناس اللي هم السندروم اوف ان ابروبيت اي دي اتش اللي هو المثال ده ووتر ريستريكشن. طب الناس اللي هم عندهم جاسترو انترايتس وبيفقدوا هتديهم سلاين زي هقولها حالا دلوقتي، والناس اللي عندهم نيفروتيك او سيروزس او هارت فيلير بندي سولت ووتر ريستريكشن للاثنين، تمام؟ طيب بنقول لما بنصلح دايما بنصلح بالراحه. عندي ده الالجوريثم بتاعي، لو انا عندي هايبوناتريمي اوزمولاليتي عاليه فكر فايبر جلايسيميا مش موضوع، انما لو الاوزمولاليتي قليله زي الحاله اللي احنا شفناها يبقى دي ترو هايبوناتريم. الترو هايبوناتريميا بنشوف اليورين اوزمولاليتي، لو لقيناها واطيه يبقى معنى كده انت بتشرب كتير، فالبول بتاعك يبقى ابيض وشفاف وكتير ومش موضوعي برضه، تمام؟ طيب لو اليورين اوزمولاليتي عاليه هنبص لو انت هايبوفوليميك ولا انت ايوفوليميك. لو اليورينري صوديوم بتاعك قليل يبقى معنى كده ان كليتك سليمه، يبقى معنى كده ان اللوسز غالبا اكسترا رينال، او الناس ان هو اللي هم ايديميتاس اللي هم الليفر سيروزس والحاجات دي. طب لو اليورينري صوديوم عالي يبقى ده معنى كده ان الكليه بايظه بتطلع صوديوم كتير. طب لو كان ايوفوليميك يبقى السندروم اوف ان ابروبريت اي دي اتش سكريشن. ده الالجوريثم بتاع الهايبو ناتريميا اللي موجوده عندنا. بنصلح بايه ده البراكتيكال بقى؟ مش عاوز دي. بنصلح بايه يا جماعه؟ بنصلح على حسب. لو جاي لي واحد دلوقتي الصوديوم بتاعه قليل وبيتشنج، يبقى معنى كده ان انت لازم تلحقه من التشنجات دي irrespective للصوديوم بقى يجرى له ايه، مش قضيه بيتشنج. يبقى هتعمل هتحسب حاجه دلوقتي اللي هي دي acute symptomatic، تدي له 2 سنتي لكل كيلو دلوقتي على مدار قد ايه؟ على مدار 10 دقائق. في ناس قالوا حاجات ثانيه، ناس قالوا هتدي 6 مللي لكل كيلو على مدار ساعتين. انما اللي دلوقتي واحد بيتشنج وهايبوناتريميك زي الحاله اللي هقولها بعد شويه، ده ياخد على طول اكيوت مانجمنت دلوقتي. طب انت هتحسب ازاي لو كان حاجه كرونيك؟ اللي هو الحسبه دي 6 من 10 اللي هي الديستريبيوشن في وزنك في الديفيسيت اللي هو 125 ناقص الاكشوال، على ان انت ما بتزودش التصليحه عن 12 في اليوم، وناس بتقول 10 ملي ايكويفالنت في اليوم كله، تمام؟ يبقى انت خايف في الكرونيك بمشاكل اكتر من الاكيوت. الاكيوت هتصلح بسرعه. عشان كده لو الولد ده هو 10 كيلو عنده دلوقتي كونفولجنز حالا دلوقتي، لو شوكت هتعمل له ايه؟ لو كان شوكت شوكسر ايرسبكتيف لاي حاجه خلاص. طب العيان ده هو هتدي له قد ايه؟ وزنه 10 كيلو هتدي له 2 سنتي على مدار 2 سنتي للكيلو، يعني 20 على مدار 10 دقائق، او تدي له 60 على مدار الايه الساعتين اللي موجودين عندي، تمام؟ لو كان بقى هو كرونيك بتحسب الديفيسيت اللي موجود عندي. نعم يا فندم؟ لو ايه؟ لو هايبرتونيك يا فندم. هايبرتونيك 2 سنتي لكل كيلو من الهايبرتونيك اللي هو 3%. تاني يا جماعه، لو هو هايبوناتريميك وبيتشنج يبقى هياخد هايبرتونيك سلاين. الهايبرتونيك سلاين اللتر فيه 500 تقريبا، يبقى السنتي فيه قد ايه؟ ها؟ في نص السنتي، في نص السنتي، في نص. طيب انت لما بتحسب بتحسب 2 سنتي للكيلو، ده تاني اهي، ده للايه؟ للاكيوت يا جماعه، ده للاكيوت. في اكيوت واحد بيتشنج دلوقتي والصوديوم بتاعه وقع دلوقتي. طيب لو حاجه كرونيك انت مسموح لك تصلح قد ايه؟ لغايه قد ايه في اليوم كله؟ 10 12 سنتي في الاخر كله على بعض. الديفيسيت بتاع الصوديوم، انا مش بتكلم المحاليل الكليه بتاعتك، الديفيسيت بتاع الصوديوم تحسبه 6 من 10 في وزنه 10 للتسهيل في 12 او 10 او وات ايفر انت تصلح على قد ايه يطلع لك الرقم ده. تقول لي يا دكتور طب ما هو 110، انت ليه حطيت الديفيسيت 12 او 10؟ لان غير مسموح ليك في اليوم تصلح اكتر من كده. يبقى ده الديفيسيت اللي انت عاوزه، يطلع لك بالملي ايكويفالنت تضربها في 2 يطلع لك بالسنتيمترات، بالسنتي مليمترات، تمام؟ يبقى الهايبرتونيك اللي هتستخدمه هنا حضرتك طالع لك 70، تستخدم 140 تقريبا. ال 140 دولت هتديهم له على مدار الايه؟ ال 24 ساعه. طيب وبعد كده هتكمل على حسب الدنيا اخبارها ايه؟ وخلي بالك ان انت لازم تتابع العيانين دول. يعني ما ينفعش ان انت تحسب لي جرعه الثلاث ايام ولا الخمس ايام وتقول لي يفضل ماشي كده، ما
ما انت لازم ان انت تتابعه اكوردنج لكل 6 8 12 على حسب الايه الكلينيكال جادجمنت بتاعك. ويجوز الديفيسيت ده تديه بالسلاين، يجوز لو الفوليوم بتاعه يستحق. لو افترض وزنه 3 كيلو وما ينفعش تدي له الفوليوم الكبير ده كله هتلوده باللفظ كده، يبقى انت هتدي الهايبرتون. انما انت هنا بتدي ديفيسيت معين موجود عندنا بالشكل ده، تمام؟ طيب الهايبرناتريميا انا عشان الوقت يعني ممكن اخد دقيقتين مثلا، ثلاث دقائق. هنا الناس اللي عندهم هايبرناتريميا الحاله دي بنشوفها، ده هي هنا مديها لك بشكل بسيط، ام ما بترضعش كويس والبيبي ما بيرضعش حلو وسليبي وحاجات زي كده، دولت اكتر العيال اللي انت هتلاقيهم على طول ايه هايبرناتريميك ويتشنج، ويمكن الكرياتين يوصل عندك ل 8 و9 فعلا بالديهايدريشن وبنشوف وممكن يغسلوا طيب الهايبرناتريميا عندنا يا اما انت اديت صوديوم كتير. ايه الصوديوم الكتير اللي انت اديته؟ او ار اس، اديته هايبرتونيك سلاين بالخطا، بايكارب بالخطا، او ان انت عندك دايابيتس انسيبيدس وده اكتر الحاجات اللي موجوده، او ان انت عندك الانسنسبل ووتر لوس اللي انا قلته من شويه كتير، فيفضل الصوديوم عندك في جسمك كتير هايبرناتريميا. واخر حاجه ان انت بتفقد هنا بقى بتفقد ميه اكتر ما بتفقد ايه صوديوم، وبالتالي يحصل لك هايبرناتريميك ديهايدريشن. نتفق ان الهايبرناتريميا اكترهم عندهم ديهايدريشن، اكتر الهايبرناتريميك بيشنتس عندهم ديهايدريشن. طيب الكلينيكال بيكتشر بتاعتنا الديهايدريشن بالرغم ان موجود بيبقى صعب ان يبقى متشاف. ليه؟ لانه الهايبرتونيسيتي دي بتاخد الميه من الانتراسيلولر، فالاكستراسيلولر ده اللي انت بتست مش هيبقى باين انه ديهايدريتد قوي، فهو ديفيكلت. عندهم اريتابيليتي وكوما وكونفالجنز وكل القصص اللي انت بتقول عليها ده. هي الهايبرناتريميا لو احنا عندنا بسبب ان انت زودت الصوديوم هتدي له ايه؟ هتدي له ابتو ان انت تدي له جلوكوز بس، تمام؟ او هايبوتونيك. طب افترض ان انت مش عارف تدي الميه دي والعيان هيلود منك، هيبقى الحل دايوريتكس ما كانش دياليسيس. افتكر كويس قوي ان في حاجات كده مع بعضها، تمام؟ يعني انت عندك دلوقتي لو انت عندك دلوقتي ميه عندك صوديوم كتير وانت عاوز تصلحها بالميه وانت مش عارف ان انت تدي ما بيجيبش مثلا بول انوريك ولا واتيفر الحاجه وانت عاوز تعمل، هيبقى الحل ان انت دايوريتكس او دياليسيس كده. طب لو كانت الميه قليله هتعمل فري ووتر ريبليسمنت، يعني واحد عنده انسنسبل، احنا قلنا الانسنسبل ده انت بتطلع جلوكوز بس، بتطلع ميه ساده بس، يبقى انت تعمل فري ووتر ريبليسمنت اللي احنا قلناها قصه الفري ووتر والاخرانيه الناس الديهايدريتد، وده يمكن اللي احنا بنحتاجه. القاعده بتقول ايه يا جماعه؟ ده السمري بقى اللي انا عاوزه. ما تفكرش قوي جت ازاي، ولكن اي طفل هايبرناتريميك اديله كالاتي، ودي دايما بتطلع صح، 1.25 إلى 1.5 كميه المينتنس، يعني واحد 10 كيلو المينتنس بتاعه كام لتر؟ هياخد 1.25 إلى 1.5 لتر، تمام؟ ده اللي هياخده على مدار اليوم، كميته هي احنا قلناها. طب ايه هو النوع المحلول؟ يكون الصوديوم 50 60 50 60، ده تقريبا. هتعمل 50 60 دي ازاي؟ عندك الطرق اللي موجوده عندك، ممكن نورمال سلاين الى جلوكوز النورمال سلاين 2 لـ 1، او ان انت تشيل من ازازه البتاع ده الجلوكوز تشيل منها 25 سنتي ترميهم وتحط اللي هو الصوديوم بايكارب اللي السنتي في 1 ملي ايكويفالنت، وبالتالي الازازه دي هتبقى فيها 50، لو انت حاطط 25 حاطط 30 يبقى فيها 60، حاطط 20 يبقى التوتال فوليوم او التوتال كونسنتريشن اوف صوديوم هنا هيبقى 40 وهكذا. دي التركيبه اللي موجوده عندنا اللي احنا بنصلح بيها الايه كده. ناخد المثال دوت، هو 180، يبقى الشوك ثيرابي بتاعتك هتبقى لو كان موجود هتهديها بغض النظر عن حاجه. الفري ووتر احنا حسبناه اللي هو 40 لكل كيلو في اليوم عشان تنزل 10 تقريبا ل 12. الفوليوم احنا قلناه اهو، ودي التركيبه اللي موجوده جلوكوز سلاين اللي احنا بنقوله، وبتغير القصه بتاعتي اللي هي بتاعت لو انت حصل بتادجست الفلويدز اللي موجوده عندك بشكل او اخر. التريتمنت اوف ذا كوز، لو انت عندك دايابيتس انسيبيدس، لو سنترال هتدي له ديسموبريسن، لو هو بريفرال او يعني نيفروجينيك هتدي له اللي هو الامايلورايد والهيدروكلوروثايزايد الاندوميثاسين لعلاج الايه السبب. احنا قلنا يا جماعه القصص بتاعه الهايبوناتريميا والهايبرناتريميا والصوديوم، انا عارف الوقت طبعا كده واحنا مخنا كده، بس يعني اتمنى اكون غطيناه، وشكرا جزيلا لحضرتك.
نشكر الدكتور محسن الصعب على الدعوة الكريمة، ونشكر الدكتور يعني أحمد بدر على المحاضرة الرائعة وقعدته يعني بيقدم لنا السهل الممتنع، وألف شكر حضرتك.